تكتيكيه واضحه بيلعب عليها النادي الاهلي وبينفذها لعيبه النادي الاهلي في المباراه. لو تقدر تقول لنا مجمل هذه الجمله. في البدايه طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لطلائع الجيش. الاهلي عمل كل حاجه في الكوره ممكنه اسلام، هجوميا ودفاعيا. لك ان تتخيل ان على مدار 90 دقيقه الشناوي لم يختبر في ولا لعبه غير واحده بس، اللي هي كانت في الدقائق الاولى من عمر الشوط الثاني على مدار 90 دقيقه. هي زولا اللي حطها زولا. مظبوط. غير كده الاهلي مسجل 3 اهداف وممكن تقول مضيع 6، يعني الاهلي مضيع 6 فرص محققه. مثلا مجدي قفشه ليه كوره في العارضه في الشوط الاول. مجدي قفشه النهارده مثلا عامل اكتر من تسديده في الشوط الاول، بس واحده في العارضه وواحده كمان محمد بسام اتصدى ليها بايد واحده وعليت وبعدين رجع مسكها تاني. غير الجول اللي هو مسجله اللي حطها ببطن رجله لما جات له على حدود ال 18 او داخل ال 18. فالاهلي عمل كل حاجه هجوميا وكمان احترم طلائع الجيش جدا يا اسلام دفاعيا ودافع بطرق مختلفه كمان. في الحالات هبقى اوريها لك، سواء بضغط بطول الملعب، ودي حاجه كنا احنا مستبعدينها لازم نعترف، وافساد الهجمه المرتده اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي كان من المتوقع ان طلائع الجيش يشتغل عليها، اشتغل على النواحي الدفاعيه سواء في دي او في دي. علشان كده سهل، ده اللي سهل المهمه لعيبه النادي الاهلي او حسسوك ان المباراه سهله. تمام كابتن شريف، شوط اول الحقيقه نفسي بقى ايه، يعني كل مره نقعد نقول شوط اول مختلف عن الشوط الثاني. النهارده المباراه 90 دقيقه الحقيقه ماشيه بوتيره واحده، زي ما تامر وبلال قالوا ان هو الشكل العام للنادي الاهلي واحد تقريبا طوال ال 90 دقيقه، اداء جيد شكل جيد، ولكن الشوط الاول هدف المباراه فتح المباراه في ظل ان انت بتلعب فرقه من الناحيه الدفاعيه واقفين ب 10 او ب 8 لاعبين، انا اسف ب 8 لاعبين غير الاثنين الوينجين كمان، يعني حوالي 9 لعيبه بيرجعوا. ف جمل هجوميه كانت واضحه جدا قدر النادي الاهلي ان هو يعملها وينفذها بشكل كويس النهارده. المشاكل اللي احنا اتفقنا عليه، لو احنا بنلعب اي فرقه وهتوقف لنا 8 ورا او 9 ورا ده متوقع، خلي بالك فانت بتدي حريه لاطرافك انت تشتغل كويس، نص ملعبك يبقى عنده تركيز كويس.